بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمه الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير امه اخرجت للناس امه رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين ثم اما بعد اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا واساله عز وجل ان يجعل القران العظيم شافعا لنا يوم العرض الاكبر عليه وقائدا لنا الى رضوانه وجناته جنات النعيم فان ربي هو الجواد الكريم وان ربي هو السميع المجيب ثم اما بعد ايها الاخوه الاكارم الافاضل ما زال الحديث عن الايه الكريمه المباركه في سوره ال عمران والتي تتحدث عن ان ايات القران الكريم منها ايات محكمات واخر متشابهات وكان الوقوف في الدرس الماضي فيما يتعلق بموضوع المحكمات من الايات المباركات وعن أهمية هذا الأمر وما يرتبط به من أمور عظيمة على أن يكون في هذا اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده وفتحه بيان ما يرتبط بكلمات هذه الآية الكريمة المباركة في هذه السورة وحتى نربط ذلك بما سبق فنذكر بأهم وأعظم ما ذكر في درس الماضي حين ذكرنا أن هذه الشريعة المباركة وضعت لمصلحة هذا الإنسان فالله سبحانه وتعالى غني عن الناس وعن الخلق كلهم. فالله هو الغني. والله عز وجل لا تنفعه طاعه المطيع ولا تضره معصيه العاصي لانه الحي القيوم. فالله عز وجل قائم بذاته لا يحتاج في قيامه إلى أحد من خلقه فهو القيوم وأنه جل جلاله لا يقوم شيء من خلقه إلا بقيامه هو جل جلاله فهو لا يحتاج إلى أحد في قيامه وكل احد محتاج اليه فهو الحي القيوم جل جلاله وهو الرحمن رحمن الدنيا والاخره وهو ارحم الراحمين جل جلاله وهو العليم الحكيم وهو العفو الغفور فلذلك كان شرعه موضوعا لمصلحة هذا الإنسان المخلوق المكرم وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذا المخلوق أنه منذ أن نزل الأب الأول آدم إلى الأرض فتابعته عناية الله عز وجل حيث أن الله عز وجل تاب عليه ثم هداه وأنه عندما انحرف البشر بمكر عدوهم الأول إبليس فكان من رحمة أرحم الراحمين أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لتكون الكتب هي هداه للناس وليكون الرسل حملة هذا الهدى إلى الناس والممتثلين لهذا الهدى امام الناس فمن اراد الهدى فهو في تلك الكتب التي انزلها الله ومن اراد ان يعمل ويطبق فهو في تلك النماذج التي اصطفاها الله واختارها للناس فاذا هذه هذا دين الله عز وجل ثم ان الله سبحانه وتعالى اصطفى الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام وابتلاه فوفى فأكرمه بأن جعله للناس إماما فكان إماما للمله الحنيفيه السمحه التي امر الله بها جميع الانبياء وجميع الامم من بعده فما من نبي من بعده عليه الصلاه والسلام الخليل ابراهيم وما من امه الا امرت باتباع ملته فجعله الله اماما للناس اني جاعلك للناس اماما واختار الله عز وجل هذه الشريعه الخاتمه التي انزلها على النبي الخاتم سيد الاولين والاخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاختار الله عز وجل هذه الشريعه لتكون هي الباقيه التي يتحاكم اليها الناس الى يوم القيامه فلا تنسخها شريعه كما ان مله الخليل ابراهيم هي الباقيه فاتبعوا مله ابراهيم حنيفة وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته باتباع ملة إبراهيم وكذلك الشريعة المحمدية فيما يتعلق فيما يتعلق بأحوال الناس وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وشعائرهم فالمرجع في ذلك الشريعة المحمدية وأن ذلك أراده الله أن يبقى إلى يوم القيامة فاقتضى هذا الأمر أن تكون هذه الشريعة كاملة فوصفها الله كما قلنا بذاك الوصف العظيم في تلك الآية المحكمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ولم يبق بعدها سوى إحدى وثمانين ليلة ثم مات وهي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتضمنت كما قلنا معاني ثلاث لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها وأن يعتقدها في شريعة الله، ولا ينبغي أن يكون نظره ومعتقده في هذه الشريعة إلا وفق هذه المعاني، أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أنه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، والثانية أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. والثالثة أن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. لأنه قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه ثلاثة معاني. ثم أيضا نفهم أن هذه الشريعة التي حفظها الله سبحانه وتعالى لما كانت بهذا الوصف فالله هو الذي ضمن حفظها فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله ولما كانت السنة بيانا للقرآن ولازم حفظها حفظ للقران فكذلك حفظ الله عز وجل هذه السنه المطهره وهيا هذه الامه المباركه الخاتمه لحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم فحفظت سنته على طريقه ووضع علم عظيم لحفظ السنه لم يوضع في اي مله من الملل ولا اي شريعه من الشرائع فكان علم مصطلح الحديث الذي به تحفظ السنه علما اختصت به هذه الامه الخاتمه امه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يوجد مثل هذا العلم في اي امه مضت فحفظ الله السنه لحفظ القران ثم ان هذا القران ان هذا القران تضمن هذه المحكمات وان هذه المحكمات تحفظ بها الضروريات الخمس أو الست الخمس التي هي الدين النفس العرض المال والعقل ومن قال ست فأضاف مع العرض النسل فبهذه المحكمات تحفظ هذه الضروريات الخمس التي دين الله عز وجل يدور على حفظها في حياة الناس فشريعة الله انزلها لتحفظ دين الناس ولتحفظ انفس الناس فلا تزهق الانفس بالباطل ولتحفظ هذه الشريعة اعراض الناس ولتحفظ اموال الناس ولتحفظ عقول الناس من الزيغ والباطل والضلال والتلف الى غير ذلك من الاوصاف التي تضاد الصلاح لكل واحد من هذه الخمسه فالمحكمات هي الاساس الذي تحفظ به هذه الضروريات وهذا يظهر لنا قيمه المحكمات ما دام ان هذه الضروريات الخمس انما تحفظ بالمحكمات والنصوص المحكمه هي الواضحه البينه التي لا تحتاج الى بيان لوضوحها فهي التي تحفظ بها هذه الضروريات الخمس وحفظ وانما هذه الخمس في تحققها انما يكون ذلك بحسب ما تتحقق في واقع الناس كلهم كمجتمع ثم كامه وكبشريه وحفظ هذا المجتمع بهذه الضروريات الخمس مسؤوليه افراده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فحفظ المجتمع مسؤولية أفراد لأن الإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من تحت ولايته فلذلك لما كان الأفراد كلهم مسؤول فأصبح لا بد أن يتعلم الجميع هذه المحكمات التي تحفظ بها تلك الضروريات والضروريات التي بها يكون مجتمع أهل الإسلام ومجتمع أهل الإسلام هو المجتمع الذي يريده الله عز وجل أن يكون وعليه يرضى ويؤمن أهله ويكرمهم في الدنيا والاخره فاصبح الامر مناط بك ايها المسلم بك ايها الانسان ان تعي وان تعلم وان تفهم هذه المحكمات لتكون محافظا على الضروريات وحفاظك عليها في حق نفسك وفي حق من تحت ولايتك وهكذا كل فرد اذا بهذا يكون الاسلام واقعا في حياه الناس اما اذا صار الامر مناطا بفرد واحد فانى للاسلام ان يكون واقعا في حياه الناس فاذا هي مسؤوليه الجميع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم ايضا من اهم ما ذكر ان هذه الشريعه المباركه الخاتمه اتصفت بصفات ومن اعظم اوصافها ثلاثه تاملوها وتدبروها وانظروا الى انفسكم هل نحن نتعامل مع الشريعه مراعين لهذه الاوصاف الثلاث التي أدركها العلماء بالاستقراء بمعنى تتبع أحكام الشريعة كلها ونصوص القرآن ونصوص السنة فوصلوا على أن هذه الشريعة موصوفة بثلاثة أوصاف رئيسة أول أوصافها أن هذه الشريعة المباركة كونها عامة بحيث لا يتصور للإنسان حركة ولا سكون يريده إلا والشريعة تشمله هذا الوصف الأول كون الشريعة ماذا؟ أنها عامة ما معنى عامة؟ بحيث إن أردت أن تعمل شيء أو أردت أن تقف عن شيء بإرادتك فلا بد أن تعلم أنه لا يمكن إلا ولشريعة الله حكم في الحركة أو السكون وليس هناك شيء يخرج عن هذه الشريعة هذا الوصف الأول من أين أُخذ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الوصف الأول الوصف الثاني للشريعة الثبوت من غير زوال أليس القرآن محفوظ بلى ومن حفظه حفظ البيان الذي جاء به ومن البيان الاحكام التي جاء بها هذا الكتاب هذا الوحي فما كان حراما يوم نزل القران فهو حرام على مر التاريخ الى اليوم والى يوم القيامه يوم نزل القران الزنا حرام او حلال؟ حرام هل مر على تاريخ الاسلام ان الزنا اصبح حلالا؟ لا إلى اليوم وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة. الزكاة واجبة يوم نزل القرآن وهكذا بقيت وإلى اليوم وسيبقى الحكم إلى يوم القيامة. فإذا ما هو الوصف الثاني لهذه الشريعة؟ الثبوت من غير زوال فهي ثابتة لأنها محفوظة لا تزول ومن ثباتها ثبات احكامها فاذا هذه الصفه الثانيه الصفه الثالثه كون هذه الشريعه حاكمه غير محكومه كل شيء لا بد ان يحتكم الى هذه الشريعه ولا تحتكم الشريعه ولا شيء منها الى غير الوحي ابدا فهي حاكمه وليست محكومه لان الله عز وجل قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاذا الصفه الثالثه ان هذه الشريعه حاكمه لا محكومه. فاذا ادركنا هذه الامور هنا ندخل الى قضيه المحكمات بوعي وهنا نبدا نستوعب عندما نذكر بماذا عرف العلماء الايات المحكمات فسوف ندرك هذا المعنى في ظل تلك الاصول التي اشرت اليها اذا نظرنا إلى كلام العلماء في المحكمات فنجد أن الأصوليون علماء الأصول عندما يعرفون المحكم فنجد أن تلك التعريفات تريد المحافظة على وصفين في المحكم وعلى معنيين وإن اختلفت العبارات لكنهم يريدون الحفاظ على هذين المعنيين الأول أن المحكم إنما يطلق على الأمر الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل كما قلنا الصلاة فرضها الله عز وجل على العباد خمس صلوات فمنذ أن فرضت فهي باقي فهذا الحكم باق إلى اليوم وإلى يوم القيامة إذا فبوصف أنه محفوظ أنه باقي لا يتبدل ولا ولا يتغير ذلك الحكم قالوا فهذا محكم إذا بأي وصف بوصف البقاء وعدم التبديل والتغيير. المعنى الثاني الذي يلحظه علماء الأصول في تعريف المحكم، وهو قضية الوضوح والبيان. الأمر الواضح البين عندما جاء ضمام ابن ثعلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله يا محمد زعم رسولك ان الله افترض علينا في اليوم خمس صلوات في اليوم والليله قال صدق صدق ان الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليله هي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء قال هل علي غيرها؟ يعني هناك فرض واجب فرض في الصلاة غير هذه الخمسة قال لا إلا أن تصدق ماذا قال؟ قال والله لا أزيد ولا أنقص ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأمور الخمسة؟ قال أفلح إن صدق إذا هذه هذا محكم محكم من حيث الصلاة أنها محفوظة والحكم فيها باق لا يتغير وأيضا هو ماذا أمر واضح بين خمس صلوات الخمس عدد معروف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كيف تصلي كل واحد من هذه الفروض الخمسة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فأصبح هذا الأمر محكما بوصف الحفظ وعدم التغيير وبوصف ماذا الوضوح والبيان فالمحكمات إذن يدور معنى المحكم على هذين الوصفين المحفوظ الذي لا يتغير كحكم أو كأمر كخبر والامر الثاني الامر الواضح البين الذي لا يحتاج لبيانه الى شيء اخر فلذلك عندما نجد ان العلماء ارادوا مراعاة هذا الامر فمما فمما ذكر العلماء في تعريف المحكمات قالوا المحكم هو المتضح المعنى بحيث لا يتطرق اليه اشكال ولا التباس ومنهم من قال المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج الى بيان لانه هو هو البيان فإذا ادركنا هذا الامر فالايه قال الله عز وجل طبعا نحتاج في هذه الايه الى وقفات ثلاث الاولى هي هذه المقدمه الثانيه هي الايه والكلمات التي احتوتها هذه الايه والوقفه الثالثه وهي ما هو الاثر الذي ينبغي ان نتمثله بعد فهم المقدمه والكلمات التي وردت في الايه ماذا ينبغي ان نتمثله في حياتنا وكيف نقوم ما حولنا وما يطرح على الناس وفق هذه الايه ذات الاهميه العظيمه لان اذا قلنا ان المحكمات المحكمات فانها تحفظ الضروريات والضروريات بها يتحقق مجتمع الاسلام ووحده اهل الاسلام ومجتمع اهل الاسلام الواحد فاذا ادركنا هذا الامر فان اجتماع قلوب المسلمين ووحده صفهم وان يكون بينهم من اتحاد العمل في شعائرهم واخلاقهم فإذا أدركنا أن المحكمات هي الأصل لهذا كله إذن يصبح هذا أعظم علم يتعلمه الإنسان ولا بد أن يدرك الإنسان أيضا كيف هو يحقق ذلك في حياته وكيف ونحن نرى في واقع الناس اليوم والأمور العجيبة التي يعيشها وتعيشها كثير من مجتمعات المسلمين فنحتاج ان نقوم وفق هذه الايه لندرك ونستبصر الامر فنحن نرى كيف هذه الامه والافتراق حصل فيها ونرى كم يعاني الناس ايضا من امور وهي تنسب الى هذه الشريعه اما من تصور مبتدع غالي وصل بفئة من الناس الى تصور الخوارج او الى تصور منحرف في الجهة المقابلة الى البدعة والضلال والانحراف والابتداع في الدين ما ليس منه او الى التحلل من دين الله عز وجل فاذا في ظل كل تلك الامور ما هو دور المحكمات في علاج هذا كله؟ ما هو دورها في هذا العلاج؟ وكيف اول ما يكون ان تضمن لنفسك طريقا صحيحا؟ فهذه الوقفه الثالثه، اما الوقفه الثانيه فالايه كما قلنا في سبب النزول وفد نصارى نجران وقدومهم الى النبي صلى الله عليه وسلم بالصوره التي ذكرناها في درسنا الماضي والذي قبله وكيف انهم جاءوا والظنه والظنه انهم سيخرجون من ذاك اللقاء بمكسب عظيم ما هو ذلك المكسب انهم انهم يطرحون شيئا امام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سببا في اقناع من حوله بما هم عليه ان يميلوا قلوب من حوله اليهم فان لم يكن فلا اقل من ماذا من التشكيك فيما هم فيه او الظفر بان ما هم عليه حق اذن هم ارادوا ان ينالوا واحده من تلك المغانم وما ارادوا وما كانوا على استعداد انهم لو عرفوا انه الرسول الحق عليه الصلاه والسلام ان يتراجعوا عما هم فيه، لماذا؟ لانهم كانوا مفتونين بفتنه المال، واي فتنه مال؟ لقد كان عالمهم، لقد كان حبرهم كان بلغ من العلم على نصارى ان على مستوى النصارى ليس فقط عند اهل نجران بل اصبح صيته وسمعته ومكانته عند قيصر الروم وادت مكانته العلميه أن يكرم هو بالمال والتحف والهدايا بل وأن يعم ذلك من حوله من قومه فلذلك هم يدركون أنهم لو آمنوا بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام سيحرمون من ماذا؟ من تلك الأمور كلها فلذلك ما كانوا هم على استعداد لهذا التنازل لهذا التنازل ولكن أرادوا إن كان هو الرسول الحق فلا أقل أن يخرجوا منه بشيء على أنه يبقوا على ما هم عليه وأنه يرضى منهم هذا الأمر يصلون هذا أقل شيء أنهم يخرجون منه من ذلك اللقاء فعندما جاءوا وجادلوه فلم يتمكنوا من الاول لانهم علموا انهم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي السماء فلم يكن عندهم جواب على ما اظهره لهم من علم الوحي فدعاهم الى الاسلام فابوا فدعاهم الى ماذا؟ إلى المباهلة بعد الحوار والنقاش ما قبلوا وأظهر لهم الأمر وأقام عليهم الحجة وهم مصرون قال فدونكم ماذا؟ المباهلة نجتمع وندعو الله أن ينزل غضبه على المخالف للحق وان يدعو كل منهما بدعاء واحد فرجعوا قالوا انظرنا يا محمد حتى نتشاور فاجتمعوا فقال عالمهم يا قوم انكم تعلمون ما من قوم باهلوا نبيهم الا انزل الله عليهم العقوبه مباشره في الدنيا قبل الاخره فلذلك علموا أنه ماذا أن المباهلة لا تكون مخرجا لهم ففكروا فخرجوا بالأمر الثالث إذن الآن ما تمكنوا من الأول والثاني أوقفهم أمام أمر عظيم فأرادوا أن يخرجوا منه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد ألست تقول أن عيسى كلمة الله وروح القدس وروح منه قال بلى وهي آيات في القرآن وكلمات في القرآن قال بلى قالوا يكفينا هذا منك طيب لماذا يكفينا هذا لأن هذه الكلمات من المشتبهات بحيث سوف يحملونها على ما يريدون ولا يكون هو المراد عند الله عز وجل قالوا يكفينا هذا فلما مالوا الى هذا المنهج في التعامل مع ايات القران نزلت هذه الايه وما بعدها من الايات لبيان فساد هذا التوجه وهذه الطريقه البدعيه المنحرفه في التعامل مع ايات القران وهذه الطريقه التي من سلكها فانه والعياذ بالله لا يكون متبعا للحق سيكون متبعا للباطل فابتدا الرد عليهم عندما سلكوا هذا المسلك بهذا البيان القراني الرباني العظيم اذا ادركنا هذا الامر وهذا سبب النزول وان كان بعض العلماء يذكرون ايضا سببا اخر لكن مع من؟ ليس مع نصارى نجران وانما مع المجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ اليهود اليهود وماذا عند اليهود في قضية المشتبهات عندما نزلت سور القرآن ونزل أول سورة في مقدمتها الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ر فأخذوا هذه الحروف وارادوا وارادوا ان ينظروا من خلالها الى مده هذا النبي وامته، كم كم سيبقون؟ وارادوا ان يحسبوا ذلك على حساب الجمل، حساب الجمل كل حرف له قدر من الاعداد يعني الالف تقدر بكذا واللام بكذا والميم بكذا ثم يجمع ذلك ليعرف كأنهم أرادوا أن يفسروا هذه الأحرف في أول السورة على أنها ماذا؟ مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فعندما نظروا فوجدوا أن ذلك في أول سورة قرابة سبعين سنة ثم نزلت سورة أخرى أدخلت حروفاً أخرى فوجدوا ان العدد اكبر ثم نزلت ثالثه فقالوا ما دام الامر كذلك فلا نؤمن بك يا محمد واضح فاذا ارادوا دخلوا بهذه المشتبهات وكانهم يخاطبون العرب الانصار على وجه الخصوص الذين كانوا يوما من الايام معهم وتربطهم بهم جوار وعلاقة تجارة بل علاقة مصاهرة، فقالوا هذه الأحرف تفيد أن محمد وأمته سيبقون هذه المدة. نزلت أخرى قالوا سيبقى كذا. بعد ذلك قالوا هذا الكتاب إذن هو كون هذه الأحرف إنما هي من نزلت لتبين المدة. أما والأمر كذلك فمعنى ذلك أن هذا الكتاب ليس من عند الله. فهذا قيل سبب أيضا لنزول هذه الآية والأول أظهر والعلم عند الله قال الله عز وجل هو الذي نزل عليك الكتاب هو الذي قصر صفة صفة الإنزال قصرت على ماذا على الله هو جل جلاله لا غيره هو الذي نزل عليك الكتاب وهذا القصر سيفيد اولا بالنسبه لهؤلاء ان اي طعن في الكتاب ليس طعن في محمد صلى الله عليه وسلم بل هو طعن في من أنزل الكتاب وهو الله جل جلاله وهذه قضية عظيمة ولذلك هنا عندما نقدم للناس هذا الدين وعندما نقدمه من بوابة المحكمات فنحن لا نقدم آراءنا ولا نقدم أقوالنا ولا نقدم فهومنا ولا نقدم ما نختاره نحن ولا ما نتصوره نحن وانما نقدم للناس ما جاء من عند الله عز وجل ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها يفهم الناس اذا لم يقبلوا فهم لم يقبلوا حكم الله وإذا لم يقبلوا لم يقبلوا شرع الله وإذا طعنوا طعنوا في دين الله وشرع الله وحكم الله ما أحوجنا عندما يعرض هذا الدين أن يعرض من بوابة المحكمات ليعرض بهذا الوضوح والإنتماء والنسبة إلى الله العليم الحكيم وأن ليست القضية قضيتك بالدرجة الأولى بل الأمر لله جل جلاله فلذلك هنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفاوضهم هو الذي يجادلهم لكن يجادلهم بماذا؟ بالكتاب وجادل قريش بماذا؟ بالكتاب وجادلهم به أي بالكتاب وجاهدهم به جهادا كبيرا إذن بهذا الكتاب فلذلك هذا إذن أولا إعلام لهؤلاء المحاورين بأن ينتبهوا وأن يتفطنوا وأن الكتاب الذي الأن يريدون أن يسلكون هذا المسلك البدعي في التعامل معه فليدركوا أنهم خصمهم في ذلك من أنزل الكتاب وهو الله وأن طعنهم في ذلك إنما هو في من أنزل الكتاب أما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ وهذا أمر أقول عظيم وأن من يعرض المحكمات سيجد نفسه مطمئنا عندما يعرض ذلك، انت تعرض للناس دين الله وكلام الله وقول الله والحق الذي جاء من عند الله وأيضا فيه رد على مشركي قريش الذين قالوا انما يعلمه بشر فيقول الله هو الذي انزل عليك الكتاب فاذا قصر الصفه هذا افاد ماذا افاد اولا ان المخاطبين يدركون ان خصمهم في ذلك هو من انزل الكتاب فاذا هذا الامر الاول في حق هؤلاء ثم ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم بان يطمئن وان يثبت وان الله الذي انزل الكتاب لن يترك وحيه امام العابثين دون ان يبطل كيدهم وان يرد مكرهم وانه هو الذي سيتولى ذلك في الدفاع عن وحيه الذي قدر جل جلاله ان يكون هو الوحي المحفوظ الباقي الى يوم القيامه فلن يتركه ليكون امام هؤلاء الذين يثيرون الشبهات فهو الذي سيتولى هذا البيان وهذا الرد وكم في هذا الامر من الطمأنينه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه رضوان الله عليهم ثم للامه من بعد ذلك اذا فهمت هذه الامور واذا وعتها هو الذي انزل وهنا انزل وما قال نزل قال العلماء لان انزل تفيد معنى النزول من علو تعطي هذه الدلاله بخلاف نزل فانها قد يكون المعنى الغالب فيها انه نزل بمعنى انه نزل هذا الشيء متتابعا لا دفعه واحده ولا جمله واحده لكن انزل فان اول معنى يتبادر من خلال هذه الكلمه نزول الشيء من العلو فلذلك هو الذي انزل بمعنى ان هذا الكتاب ليس من عند بشر ليس من عند هؤلاء الناس الذين هم كلهم في مستوى واحد وانما نزل من عند الله العلي الاعلى هو الذي انزل عليك الاختصاص هنا اختصاص تشريف ورفعه وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليك وعلى من العلو اي انه نزل عليه فكانه صلى الله عليه وسلم تغشاه هذا الكتاب امتثالا منه به عليه الصلاه والسلام نزل عليك الكتاب باتفاق المفسرين المقصود بالكتاب القرآن وهنا ذكر العلماء لطائف في انه قال الكتاب وما قال القرآن نزل عليك الكتاب قالوا اراد ان يبين مكانه القرآن على سائر الكتب كيف؟ اليس ما نزل على موسى يقال له الكتاب أليس ما نزل على عيسى يقال له الكتاب أليس ما نزل على داود يقال له الكتاب ولذلك قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه قالوا لما ذكر الكتاب بالمفرد ثم انه لا يقصد به الا القرآن اذا اطلق فدل ذلك على ان هذا هو الذي يستحق هذا الاسم فهو العلم وهو الكتاب المشهور الذي هو القرآن ومن العلماء من قال أن الألف هنا للاستغراق وأن ذلك يدل على مكانة القرآن كيف؟ قالوا لما كان القرآن جمع الله عز وجل فيه كل ما أنزل في جميع الكتب وأكمله وأتمه وكان هذا الكتاب مهيمنا على سائر الكتب فأصبح هو الكتاب لأن كل ما تفرق في الكتب موجود فيه وزيادة واضح إذن قالوا بهذا الاعتبار إذن في قوله إن أنزل عليك الكتاب ولم يقل القرآن لبيان مكانة القرآن في مقابل الكتب السماوية الأخرى أنه إذا أطلق الكتاب لا يقصد التوراه ولا الانجيل ولا الزبور ولا صحف موسى وانما يقصد به القران كما انه اذا اطلق البيت لا يقصد به الا الكعبه واذا اطلق البلد في القران لا يقصد به الا مكه واذا اطلقت ام القرى لا يقصد بها الا مكه فقالوا لما اراد ويخاطب هؤلاء سواء قلنا اليهود او قلنا النصارى فعندما يقول هو الذي انزل عليك الكتاب فيدركون ان هذا القرآن هو الذي يستحق هذا الاطلاق على العموم هو الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه أي من هذا الكتاب الذي أنزله عليك آيات جمع آية والآية سبق الكلام عن تعريفها والمعاني التي يراد بالآية والمقصود هنا الآية هي الجزء من السورة منه آيات محكمات والآية تسمى آية لأن لأنها آية بمعنى علامة ودلالة على شيء فالآية من آيات القرآن هي دلالة على العلم بالله وهي دلالة على حكم من أحكام الله فهي تدل على ذلك منه آيات محكمات المحكمات محكمات جمع المحكم والله عز وجل وصف هذا الكتاب الكريم بأن آياته كلها محكمه وهذا وارد في كتاب الله عز وجل وأيضا ورد وصف آيات القرآن كلها بأنها متشابهه فالمقصود بوصف القرآن كله بأنه آيات محكمات كما جاء في قول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته هذا وصف لماذا؟ لجميع الآيات لجميع القرآن كتاب أحكمت آياته فالمقصود هنا بأحكمت آياته بمعنى الاحكام هنا بمعنى الاتقان والاحسان فاحكمت اياته اي كلها متقنه والاحكام ماخوذ من المنع ثم اطلق على الاتقان والتوثيق لان الشيء المتقن الموثق يمنع ما يفسد هذا الاتقان والتوثيق فالمحكم الاصل في الاحكام المنع ثم اطلق على ماذا على ما اتقن ووثق لان ما اتقن ووثق لا يسمح لما يضاد هذا الاتقان والتوثيق ان يدخل عليه فيفسده من اتقانه ومن موثوقيته لا ينتابه شيء يفسد عليه هذا الاتقان وهذا التوثيق فآيات القرآن بهذا الاعتبار كلها محكمه لأن الله عز وجل اخبر عن ذلك فقال كتاب احكمت آياته وقال تلك آيات الكتاب الحكيم الذي احكمت آياته المتشابه قال الله عز وجل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها هنا الوصف المتشابه لبعض ايات القرآن او لكل القرآن لكل القرآن فما المقصود هنا بالمتشابه المتشابه المقصود به ان ايات القرآن كلها متشابهة في الحسن ومتشابهة في الحقانية كلها حق وكلها مصوغة احسن صياغة فكل آية تضمنت الحق وليس هناك آية لا تتضمن الحق وكل آية صيغت بأحسن صياغة وليس هناك آية خرجت عن هذا الوصف فإذا قوله جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في ماذا؟ في حسن صياغته وبلاغته وفصاحته وفي يشبه بعضه بعضا في حقانيته ولذلك قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاذا كله حق وكله احسن الحديث اذا هذا معنى متشابه اذا القرآن موصوف كله بأنه بأن آياته أحكمت وموصوف كله بأن آيات القرآن أيضا ماذا؟ متشابهة فالتشابه هنا بهذا المعنى وهو أنه يشبه تشبه كل آية الأخرى في ماذا؟ في الحسن حسن الصياغة، حسن البلاغة في الحقانية وكذلك كله آيات محكمات أي متقنة تمنع ان يدخل عليها الباطل هذا المعنى طيب في الايه هنا منه ايات محكمات هل هن ام الكتاب واخر متشابهات اذا هنا قسم الايات الى قسمين الى محكم والى متشابه فهل المعنى للمحكم هو المعنى في الايه تلك وهل المعنى للمتشابه هو المعنى في الايه تلك الجواب لا فالمحكم هنا منه ايات محكمات فسر العلماء المحكم تعددت اقوالهم تعددت اقوالهم في التعبير عن المحكم لكن كما قلنا ارادوا الدوران على ماذا على المعنيين المعنى الاول ما هو هو الامر المحفوظ الباقي الذي لا يتغير المعنى الثاني ما هو المعنى الثاني البيان والظهور والوضوح فدارت اقوال المفسرين في بيان المحكمات لتحقيق هذين المعنيين ومنهم من انطلق للتعريف ومنهم من انطلق لذكر المثال الذي يعرف بالمعنى لذلك منهم من قال المحكمات هي التوحيد والامر بالعدل والوفاء والصلاه بدأ يضرب الامثله للمحكمات التي هي الباقية والواضحة البينة ومنهم من ذكر ايات من القرآن تضمنت هذه الامور الواجبه الباقيه ومنهم من عرفها فمنهم من قال المحكمات هي التي يعمل بها والمتشابهات هي المنسوخه منهم من قال المحكمات هي الاحكام الشرعيه من الحلال والحرام التي بينها الله عز وجل فإذا العلماء داروا في بيانها مع الامر الواضح البين لكن منهم من اراد ان يقرب بدل ان يقول الواضح البين فمنهم من اراد ان يعرفه فعرفه بالحرام والحلال والاخلاق والتوحيد ومنهم من ذكر ايات من القران وهكذا وهذا كله نسميه من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد لانهم ارادوا ان يقربوا المعنى لقارئ القران عندما يقرا منه ايات محكمات ما المراد فكونه يفهم انها هي الثابته التي لا تتغير الواضحه التي لا تحتاج في بيانها الى إلى شيء غيرها هذا معنى يدركه الإنسان يزداد الوضوح لو قيل له هي الحلال والحرام هي التوحيد هي كذا يزداد وضوحه وضوح ذلك لو قيل له قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إذا ضرب أمثلة بحيث أن الأمر يتضح إذا من التعريف العام الى الذي هو تضمن انها الباقيه والواضحه الى ذكر اسمائها الى الوقوف على ايات ذكرت شيئا من المحكمات منه ايات محكمات من العلماء من ذكر معنى اللطيف ايضا في المحكمات لاجل ان يدل على المتشابهات قالوا الاحكام الشرعيه من حيث الحكمه تنقسم الى قسمين منها ما هو معقول المعنى ومنها غير معقول المعنى لكن الاصل ان الله لا يشرع حكما الا لحكمه لكن هذه الحكمه منها ما اظهره الله لنا فيكون معقولا ومنه ما خفي علينا على سبيل المثال قال الله عز وجل يخبر جل جلاله عن الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اذا لماذا شرع الصيام لتحصيل التقوى هذه حكمته قال الله عز وجل: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه حكمتها. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، هذه حكمة القصاص. اذا هذه التشريعات معقولة المعنى او لا؟ الجواب نعم، لان الله بين ذلك. غير معقول المعنى على سبيل المثال: لماذا الصيام في شهر رمضان وليس في شعبان هل عندنا ادراك لذلك اذا هنا ماذا نسمي هذا الامر غير معقول المعنى من الذي يدرك حقيقه هذا الامر الله وحده فقال الاول هو المحكم والثاني هو المتشابه واضح فإذا هذا أيضا معنى ينضم لأننا نحتاج نعود إليه بعد ذلك. فيقول الله عز وجل: منه آيات محكمات، إذا عرفنا الآن أن القرآن أولا وصف بأن جميع آياته أحكمت وعرفنا ما معنى أحكمت. وأن جميع آياته ماذا؟ أيضا متشابهة وعرفنا ما معنى وصف جميع الآيات بالمتشابه ثم هل معنى جميع الآيات التي أحكمت وجميع الآيات التي تشابهت هو المعنى المراد هنا قلنا الجواب لا أحكمت إذن هنا بمعنى أنها الواضح البين الواضح البين وهذا الواضح البين اما لانه باقي ولانه يعمل به ومنهم من يقول لانه في جميع الاديان السماويه في جميع ما, ما نزل في الكتب السماويه موجود فاذا هذا المحكم هن ام الكتاب هن اي هذه المجموعه من الايات المحكمه قال الله عز وجل هن ام الكتاب ام الشيء اصله فلذلك يقال لمكه ام القرى ومن العلماء من يقول سميت بذلك لان الارض كلها دحيت من تحتها فهي الام بالنسبه للارض فلذلك هي ام القرى والام ايضا يعني الام ام الشيء اصله فمنه تتفرع الامور واليه تنضم تلك الفروع فهو اصل لها وايضا هو ماذا؟ هو مجمع لها وهذا نتصوره تصور هذا المعنى في الام فالام تلد الاولاد والام مجمع للاولاد فهي ولدتهم وأخرجتهم إلى الوجود فهي أمهم وهي أيضا أمهم بمعنى أنها محل لاجتماعهم كما أن الراية توصف بأنها أم لأن الجيش يجتمعون عليها واضح فلذلك هن أم الكتاب بمعنى أي أنه هي اصل الكتاب ومنه تتفرع المسائل الفرعيه من هذه المحكمات الاصول وقيل ام الكتاب باعتبارها انها اول ما نزل لذلك لا خلاف عند العلماء ان التوحيد من المحكمات وهو من اول ما نزل الاخلاق من المحكمات وهي من اول ما نزل واضح فلذلك هن ام الكتاب اذا بمعنى الاصل والاصل بمعنى ان الفروع الكثيره تتفرع من هذا الاصل وبمعنى ايضا ان الفروع الكثيره تجتمع على ذلك الاصل كما صورنا ذلك من خلال ايش؟ صورة الأم فمنها يتناسل الأولاد ويتفرعوا ومتى ما كانت موجودة فهي ماذا؟ مجمع لهم فكذلك هذه الآيات المحكمات هي الأصل الذي ينشأ منه الفروع وكذلك الأصل الذي عندما تأتي وتنظر إلى تلك الفروع وتريد أن تستبصر فيها أمرا وثيقا فردها إيه فردها إلى أصلها فتدرك الأمر فإذا هذه المحكمات هي بهذا الوصف منها تتفرع الفروع وإليها تتجمع الفروع فإذا يعني تقوم بالدور الأول وبالدور الثاني هن أم الكتاب وإذا كانت هذه المحكمات بهذه المكانه اذا بمعنى ان لها اهميه كبرى اذا هل يمكن ان تدرك الفرع بدون ان تدرك اصله؟ ما يمكن سوف تتشوش وهنا ندرك سوف ندرك باذن الله عز وجل عند التطبيق نرى كيف عندما لا يفهم الانسان هذا المعنى العظيم وهذه هذه الطريقه الربانيه التي يريدنا الله ان نتعامل بها مع كتابه كيف سيتشتت هذا الانسان وكيف سيكون معرضا لقبول الشبهات ولمكر ابليس واعوان ابليس فلذلك اذا ادرك الانسان ان القضايا الفرعيه لها اصل والاصل له فروع إذا أين أول ما يهتم الإنسان؟ يكون اهتمامه بالفرع ولا بالأصل؟ بالأصل أول ما تتعلم تتعلم ماذا؟ الأصل فإذا صار الإنسان لا يستوعب هذا الأمر ولا يفهم ولا يستطيع أن يفرق لذلك ننظر يتجادل يتجادل الناس ويصطرعون في فروع لو ادركوا مكانتها وردوها الى الاصل لما حدث مثل مثلا الخلاف على قضيه مثلا عدد ركعات صلاه التراويح والنزاع الذي ينشا وينجم عند الناس وما يحدث مثلا من خلاف وربما يتباغض البعض بينما لو ادرك انسان ان هذه الصلاه هي نافله وليست فرضا إذا أدرك الإنسان أنها هي في ثم هل الإنكار على الفرع كالإنكار على الأصل؟ فعندما يبدأ يفهم الإنسان هذه الأمور ويدرك أن هناك محكمات وأصول وهناك فروع ثم هناك محكمات ومقابلها أيضا المتشابهات ويأتي بيانه بصورة أكثر عندما نأتي إلى الأمثلة فإذن فيقول الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب إذن هي الاصل والاصل في الانسان ان ان يفهم الاصل وانه اول ما يدرك يدرك الاصل هن أم الكتاب واخر متشابهات المتشابهات جيء بها في مقابل المحكمات فما المقصود بالمتشابهات؟ هل المقصود بالمتشابهات اذا قلنا ان المحكم هو البين الواضح اي بمعنى انه من وضوحه لا يحتمل الا معنى واحدا اما المشتبه فهو الامر الذي يحتوي على ماذا؟ على اكثر من معنى هذا تفسير لبعض العلماء أن المشتبه بمعنى هو الكلمة التي تحتوي أكثر من معنى ومنهم من قال أن المشتبهات هي الأمور التي لا تدرك حقائقها مثل ايش؟ قالوا مثل صفات الله عز وجل ومثل حقيقه الجنه والنار هل نحن نستطيع ان ندرك ذلك ونحن في هذه الدنيا الجواب لا فلذلك الامام مالك رحمه الله عليه عندما سئل عن استواء الله جل جلاله على عرشه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه الذي يريد ان يعرف الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى الاستواء معروف معنى هذه الكلمه في اللغه لكن كيفيه استواء الجليل على عرشه لا يمكن للانسان ان يدرك حقيقه هذا الامر فقال العلماء هذا من المشتبهات الذي لا يدرك حقيقته الا الله ايضا الجنه والنار ذكرها الله عز وجل وذكر وصفها هل نستطيع ونحن في الدنيا ان ندرك حقيقه تلك الدار حياه البرزخ في القبر هل نستطيع ان ندرك حقيقه تلك الحياه ونحن في هذه الدار فقال العلماء المشتبهات هي هذه هي الامور التي لا يدرك حقيقتها الا الله ولذلك من قال بهذا المعنى قالوا في قول الله عز وجل واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله فهم يقولون على ان المشتبهات اذا هي بهذا المعنى بهذا المعنى فاذا هي الامور التي لا يدرك حقيقتها الا الله عز وجل ومن امثله ذلك صفات الله الروح اليست ذكرت في القران؟ هل الانسان هل نعلم حقيقة الروح؟ من الذي يعلم حقيقتها؟ الله فهي من هذا النوع الجنة والنار حياة البرزخ فإذا هذه المشتبهات فيخبر الله عز وجل أن الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات وأن المحكمات هن أم الكتاب عرفنا ما معنى هن أم الكتاب أصله فهي الأصل منها تخرج الفروع وهي الأصل عليها تتجمع الفروع هن أم الكتاب باعتبار أنها هي الأول في النزول هن أم الكتاب باعتبار أنها هي الأكثر في القرآن إذا هذه كلها معاني لماذا للمحكمات الموصوفة بقول الله هن أم الكتاب هي الأصل منها يتف... تتفرع المسائل وعليها تتجمع المسائل هن أم الكتاب هي التي نزلت اولا ثم جاء التفريع عليها هن أم الكتاب هي الاكثر في القرآن وهي الاعم هن أم الكتاب هن أم الكتاب بمعنى انها نزلت في جميع الكتب وجاء بها جميع الرسل هن أم الكتاب لانها مكتوبه في اللوح المحفوظ اذا هذه كلها معان للمحكمات التي هي ام الكتاب واخر متشابهات اذا اما بمعنى ما له معان متعدده في مقابل ما له معنى واحد اخر متشابهات فيما لا يدرك حقيقته الا الله في مقابل ما اظهر الله عز وجل للناس حقائقه واضح فهذا في مقابل هذا واخر متشابهات نقف عند هذا المعنى ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين